بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض المحاضرة الأولى من المحاضرات المتبقية في الترم. بنكمل اختبارات مقارنة الأزواج. احنا كنا اتفقنا في تحليل التباين لما يطلع في فرق بين المتوسطات بتاعة المجتمعات بنعمل ايه؟ بنروح بعد كده المرحلة التانية نشوف مقارنة الأزواج. وكان من الاختبارات اللي احنا اتعرفنا عليها اختبار توكي، وده خدنا خطواته، وكان في وعد ان احنا نكمل اختبار ال LSD. هنستكمل مع بعض اختبار ال LSD دلوقتي ونشوف ايه اللي مطلوب فيه هو وتوكي معايا. اختبار ال LSD اللي هو اقل فرق معنوي، اقل فرق معنوي least significant difference. خطواته مشابهة لخطوات توكي بالظبط، الفرق بس في القانون بتاع ده عن القانون بتاع ده. الخطوة الأولى إيجاد متوسط كل عينة. الخطوة التانية برتب المتوسطات تصاعدي من الصغير للكبير. بعد كده بجيب الفرق المطلق بين كل متوسطين مع تجاهل الإشارة السالبة طبعا. بعد كده بجيب القيمة الحرجة لاختبار LSD ورمزها المرة دي LSD، وتعني أقل فرق معنوي بين أي متوسطين. القيمة الحرجة بتاعت الاختبار اللي قبله اللي هو اسمها توكي، كان القيمة الحرجة بتاعته اسمها توكي ألفا، تي كابيتال وتحتها ألفا. ده بقى القيمة الحرجة اسمها LSD. بتقول لي هات التي اضربها في الخطأ بتاع المتوسط. هات التي اللي بنكشف عنها تحت عمود ألفا على 2 وقدام صف ان ناقص ايه، وبنضربها في الخطأ المعياري للمتوسط. التي دي قيمة جدولية هتبقى معطاة ليك في المسألة. امال مين بقى اللي بتحسبه؟ انت بتحسب الاس واي هات اللي هو الخطأ بتاع المتوسط. طب تعال نشوف، التي هتبقى قيمة معطاة زي ما قلت لك، بس هي اساسا مستخرجة من جدول تي، وبنكشف تحت عمود الفا على 2 وقدام صف ان ناقص ايه، حيث ان حجم العينة الكلي اللي هو عدد وحدات العينة الاولى زائد عدد وحدات العينة الثانية زائد عدد وحدات العينة الثالثة، يعني ان دي بتساوي ان 1 زائد ان 2 زائد ان 3 وهكذا، ولازم يكونوا طبعا اكتر من عينتين زي ما احنا عارفين. الايه اللي هي عدد الاعمدة او عدد العينات او المعالجات. طب تعال نحسب بقى الخطأ بتاع المتوسط وفقا لاختبار LSD. الخطأ هنا هيساوي الجذر التربيعي بتاع 2 مضروبة في ام اس اي على ان ناقص على ان 1. ركز معايا في القانون ده، لان الخطأ بتاع المتوسط ده يشبه الخطأ بتاع توكي بالظبط. امال ايه الفرق بينه وبين توكي؟ الاتنين اللي موجودة فوق دي، توكي كان بيقسم على طول ام اس اي على ان 1، ده بافتراض ان العينات حجمها متساوي، فانا باخد ان 1 تكفي بدل ما اخد ان 2، ما هو هو ان 1 قد ان 2 قد ان 3، وانا لغيت لكم حاله احجام العينات غير المتساويه، فانا كاتب ملحوظه اهو احجام العينات الغير متساويه مش مطلوبه اتلغت، فبنركز في المتساوي، فبيكفيني حجم عينه منهم. يبقى الفرق بين طريقه حساب الخطا هنا وطريقه توكي ان في توكي كان بيقول على طول الجذر بتاع ام اس اي على ان 1، انما هنا بيضرب في 2 فوق. طب الام اس بي نجيبها منين؟ من جدول تحليل التباين، تقاطع الصف الثاني مع العمود الرابع. تقاطع الصف الثاني مع العمود الرابع اللي هي اسمها متوسط مربعات البوائي، متوسط مربعات البوائي المين سكوير اوف ايرور. بعد ما بنجيب الخطأ بتاع المتوسط تعال نشوف هنعمل بيه. وضع الفروض. الفروض بقى بالمناسبة ممكن تتحط في أول المسألة خالص وممكن تتحط في الآخر قبل اتخاذ القرار. الفروض عندنا فرض العدم، عدم وجود اختلاف جوهري بين المتوسطات. الفرض البديل، يوجد متوسط معالجة مختلف على الأقل. في عندنا بعد كده بنقارن القيمة الحرجة مع الفرق المطلق لكل متوسطين مع بعض. فلو كان الفرق المطلق بين اي متوسطين اقل من القيمة الحرجة يبقى الفرق غير معنوي، والعكس صحيح. وبعد كده بنكتب التقرير،
بعد كده بنكتب التقرير. السبع خطوات دول يعني هم بتوع توكي، بس الاختلاف بس في حساب القيمة الحرجة الخاصة بالاختبار. تعالى نطبق، نشوف تطبيق على تمرين الإطارات السابق حله باستخدام اختبار توكي. تمرين الإطارات ده كان فيه أربع أنواع من الإطارات، آسف كان فيه ثلاث أنواع من الإطارات، الإطار الأول نوعه A والتاني B والتالت C، وبعدين كل عمود زي ما أنت شايف فيه أربع مفردات، يعني N1 بـ4، N2 بـ4، N3 بـ4، وبعدين في الآخر مجموع كل عمود أهوت قدامك، عشان المجموع ده اللي هيساعدك في حساب الأوساط الحسابية. بقسم 176 على 4 يطلع الوسط الحسابي الأول، 268 على 4 يطلع اللي بعديه، 168 على 4 يطلع اللي بعديه. المطلوب تحديد أفضل أنواع الإطارات باستخدام اختبار أقل فرق معنوي LSD عند مستوى معنوية 5%. طب تعالى نشوف الحل هيتم إزاي. خطوات الحل: أول حاجة تجيب متوسط كل عينة زي ما اتفقنا. تاني خطوة ترتب الأوساط تصاعديا، بس لما تيجي تطبع الورق ده ممكن تبقى تحط شرط على الوايات، معرفش الشرط راحت فين. المفروض دي واي 1 شرطة، واي 2 شرطة، واي 3 شرطة. لما رتبناهم تصاعديا التالت أصغرهم فجه في أول واحد، وبعدين الأولاني جه بعديه، والمتوسط التاني جه في الآخر. بعد كده بروح أجيب الفرق المطلق بين كل متوسطين مع تجاهل الإشارة السالبة. طبعا الفرق المطلق بيبقى محطوط بين خطين متوازيين، هنا الخط مزدوج، المفروض انه يبقى خط واحد بس، بس انا مش عايز استخدم الاستيكة وامسح الحاجات دي دلوقتي علشان ايه الصفحة ما تروحش مني. هو بس انا عايز اقولك ان دي قيمة مطلقة وانت سبق عملتها في اختبار توكي. الخطوة الرابعة بروح اجيب القيمة الحرجة للاختبار، دي بتبقى عبارة عن قيمة جدولية في الخطأ بتاع المتوسط. التيه الجدولية لما بنكشف عنها بتطلع 2 علامة 2 6 2، هضربها في جذر 2 هتتضرب في الام اس ايرور اللي هو 10 89، وده ممكن ترجع لجدول تحليل التباين اللي اصلا موجود معاك وتشوف القيمة دي موجودة فيه. الكلام ده هيتقسم على 4 يعني على N1، فهيطلع الناتج 5 علامة 267 من 1000. بعد كده بحط الفروض. الفروض بحطها كالآتي: فرض العدم مفيش اختلاف جوهري بين المتوسطات، فرض البديل في متوسط مختلف على الأقل. بعد كده ببدأ أقارن القيمة الحرجة بتاعة الاختبار، بقارن ال LSD مع كل فرق من الفروق. فلما أقارن المتوسط الأولاني في الترتيب التصاعدي مع اللي بعديه ألاقي الفرق بينهم 2، الاتنين دي أصغر من ال LSD، يبقى الفرق ده مش معنوي. لكن لما أجي أجيب الفرق بين واي 3 واي 2 الاقي 25، فده فرق معنوي. ليه؟ لانه ده اكبر من ال LSD. ولما اجيب الفرق بين واي 1 واي 2 بين المتوسط الاول والتاني الاقي الفرق 23، ده برضك اكبر من ال LSD. طبعا الفروق لما بتزيد عن القيمة الحرجة بتبقى معنوية، بيبقى الفرق معنوي، لكن لو هي اقل منه بيبقى الفرق غير معنوي. لو لقينا الفرق غير معنوي بنحط خط تحت المتوسطين اللي هما الفرق بينهم مش معنوي. ليه بنحط خط؟ يعني بنقول دول كلهم كده كأنهم حاجة واحدة. تعال نشوف الكلام دوت. انت دلوقتي لما حطيت الاوساط الفرق بين اول متوسطين طالع باتنين اقل من القيمة الحرجة، فعشان كده شدينا خط تحت الـ42 والـ44، وفي نفس الوقت المتوسط الاخير ده افترق عنهم خالص، عن الاولاني وعن التاني كمان، والفروق بينه وبينهم اكبر من القيمة الحرجة بتاعت الاختبار. فكده يبقى في نوع واحد هو الافضل على الاطلاق، اللي هو النوع بتاع 67، وهو النوع بي صاحب المتوسط الكبير اللي هو 67. اتمنى يكون الاختبار بتاع ال LSD واضح، اتمنى يكون الفرق بينه وبين اختبار توكي واضح. دي مسألة واجب على اختبار LSD. بتقول لي لو تم سحب 5 عينات من 5 مجتمعات مختلفة موزعة طبيعيا، انت كده بتتكلم 5 × 5، يبقى ان سمول بـ25 اللي هي حجم العينة الكلي. بعد كده اداني مجموع قيم العينات اللي هي مجموع كل عمود في الاخر بكام،
وكان متوسط مربعات الأخطاء يساوي 16.54%، وكانت التي الجدولية بتساوي 2.086. المطلوب استخدام اختبار LSD عند ألفا 5% للمفاضلة بين الأزواج الخمسة وكتابة تقرير عن ذلك. المسألة دي الحل بتاعها إن القيمة الحرجة بتاعت LSD هتطلع 5.36%. أبقى جرب المسألة ديت، ولو حد حلها وحب يوريهاني على الجروب يبعتها لي أراجع له عليها.